إن شاء الله راح نتكلم عن الأعراض في الجزء الثالث في مرض الإسهال. قد يسبب الإسهال يعني تجففا لدى الأطفال، فتصل يعني ننصحك بالاتصال بالطبيب أو الرجوع إلى الطبيب إن دام الإسهال أكثر من 12 ساعة. وأيضا إن لم يبلل الطفل يعني حفاضته خلال 8 ساعات ننصحكم باستشارة الطبيب مباشرة. وأيضا عند الارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38.5 درجة مئوية من الضروري الرجوع إلى الطبيب. وأيضا إخراج براز مصحوب بالدم ضروري جدا الاستشارة استشارة الطبيب في هذا الموضوع. وأيضا أي أعراض مثلا يجب تجنب بعض المشتقات الأطعمة مثل الألبان. وأيضا في نوع من أنواع الأعراض قد يعني تكون مصاحبة في أغلب أمراض السهال مثل جفاف أو عدم ذرف الدموع أثناء البكاء، نقص في إنتاج الدموع. وأيضا ممكن يحصل للجسم النعاس أو الخمول أو يعني عدم التجاوب بشكل يعني غير طبيعي على غير يعني عاداته. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.